قال يا أبت افعل ما تؤمر، سأعود إليك بعد هذا الهاتف الذي أنتظره، فهذا شرف ما بعده شرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا براءة. ازيك يا عمو؟ الله يخليك يا براءة، ازيك يا بنتي؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يشهد بأنني قد لا أملك، لا أستطيع أن يعني. ازيك يا براءة؟ الحمد لله. أنت عامل إيه يا عمو؟ فضل من الله ونعمة، شفاك الله وعافاك يا بنتي. جزاك الله شفاك خير. الله وعافاك. ربنا يشفيك يا بنتي، أسأل الله العلي العظيم أن يكتب لك الشفاء وأن يبارك في كل من يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى. اللهم آمين. اللهم اكتب لك الشفاء، واكتب لكل مريض مسلم الشفاء، واجعلنا يا ربنا ممن يحفظون كتاب الله. تفضلي يا براء. ممكن أقرأ؟ تفضلي يا براءة، نحن سنسمعك، فهذا البرنامج برنامجك يا براءة. تفضلي يا بنتي، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك من شيعته لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبي وقومي ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، ما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يرجفون، قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، أصبحك فانظر ماذا ترى، قال يا براء، يا براء، والله لقد كاد قلبي أن ينخلع، والله لقد عجز لساني عن الحديث، وقد يتساءل الناس ما الذي يبكيك؟ كلكم تعرفون قصة هذه البراءة، أسأل الله أن يكتب لها الشفاء، لأنها تحفظ كتاب الله كاملا، أسأل الله أن يشفيها، وقد دخلت معنا على البرنامج، والله يعلم والله يشهد بأنني لأول مرة في حياتي أبكي من قلبي، والله يشهد على ذلك، لأننا نتحدث في الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وهذا هو قضاء الله، وهذه هي إرادة الله، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. اصبري على أمر الله يا براءة،
أسأل الله أن يشفيك وأن يشفي كل مريض مسلم بحق لا إله إلا الله. هذه براءة.